السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيب أم عبد الله، فيديو جديد إن شاء الله. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير، صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غندير واحد الحلوة اقتصادية جدا، نشرب الشاي أو القهوة. ولا جاك شي ضيف على غفلة توجد لك في 10 ديال الدقائق بين تخلاط وطياب وكل شيء. إن شاء الله خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير مع بعضهم إن شاء الله بالعالمين. ونتمنى أول ما تشوفوها تمشيوا إن شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليق كيف العادة. اول شيء غنحتاجوا لهاد الحليوه ديالنا هو بيضه وحده، بيضه بدرجه حراره المطبخ. ناخذوا البيضه ديالنا نوضعوها في اناء ديال العمل او سلاديير، وغنضيفوا عليها قليل من الملح. غنضيفوا عليها نصف كاس عنبه سكر سنيده، ويمكن الناس اللي كيبغيوش الحلاوه بزاف ينقصوا شويه من الكميه، حيت غنضيف من بعد واحد المكون اللي هو حلو. فهنا كيبقى لكم الاختيار على حسب نوع الحلاوه اللي كتحبوا. غنضيفوا هاد المكونات مع بعضها، نخلطهم جيدا حتى ينسجموا. انسجم لي السكر مع البيض، وغادي نضيف كذلك نصف كاس عنبه ديال زيت المائده، نصف كاس عنبه ديال زيت المائده. نخلط الكل جيدا. هنا عندي ليمون معسل او قشر البرتقال معسل في البيت، غادي نستعمل منه القليل. بالنسبه اللي ما كيتوفرش عليه او ما عندوش يمكن ليه يستعمل برش برتقال، يعني يشد البرتقال يحك منها شويه من الجلده ديالها ويكفي. الا عنده هذا فكيجي ألد لانه معسل بالماء الزهر، كيجي لذيذ بزاف بزاف. كنقطع انا هذا القشر ديال البرتقال معسل رقيق يعني مزيان، وكنضيف واحد شويه واحد القطعه يعني ماشي بزاف، تقريبا شي ملعقه صغيره. وكنضيف النكهه ديال البرتقال اللي هي متواجده عندي في البيت، لا ما عندكمش استغناو عليها، هي كتزيد الطعم ديال البرتقال. وكنخلط الكل جيدا، وغندوزو مباشره باش نبداو نضيفو الدقيق. هذه المكونات ساهله ماهله. الدقيق ديالي غير بلتو من قبل، غنبدا نضيف شويه بشويه. بالنسبه لكم كل واحد ونوع الدقيق اللي عنده، كيبقى داك الاختلاف بسيط. مهم تضيفوا الكاس الاول ديال العنبه وخلطوا شويه بشويه، ومن بعد بداو تضيفوا غير شويه بشويه حتى تشوفوا شحال تاخذ معاكم. بالنسبه لي انا خدات معايا 2 كيسان الا ربع ديال العنبه، 2 كيسان الا ربع ديال الدقيق باش جاني القوام جيد. عادي نخلط كل جيدا، ومن بعد نكمل بيديه. ملي غنخلط الكل جيدا غنضيف واحد المكون اللي كيعطي واحد القرمشه وواحد اللذه حتى هوايا رائع، اللي هو الفويتين. هو موجود عند الناس اللي كيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات، وكيتباع بالثمن يعني كيعطيكم واحد الكميه كبيره، ب5 دراهم كيعطيكم كميه كبيره اللي تستعملوها في عده مرات، يعني ما غاليش. بالنسبه لما توفرش عليه يمكن لك تستغني عليه، ما تضيف والو، فهي كتجي لذيذه بلا فويتين. كنضيف انا الفويتين، كنخلطو جيدا وندوز ان شاء الله مباشره باش غادي نبدا ندير شكل كويرات. بالنسبه للشكل هنا كيبقى اختياري، شكل كويرات، شكله هلالي، شكله الشكل اللي بغيتو في هذه الحلوه ديروه. انا اختاريت نديرها كويرات، غتشوفوا معايا الطريقه باش غنخدمها ان شاء الله. الكويره من الاحسن ديروا في الحجم ديالها بحال الحجم ديال الجوزه، القرقاعه يعني القرقاعه ملي كتكون بالقشر ديالها حجم القرقاعه، لان غادي تنفخ في الفرن. اسفة نسيت المكون اللي هو ضروري، هو خميرة الحلويات البيكنج باودر، فضروري كيس خميرة الحلويات، كيس خميرة الحلويات ضروري. نسيتهم، فيها 8 غرام. والفانيليا هذيك في الاول كنسمو بها مع البيض، هادو جوج المكونات نسيت ما ذكرتهمش. فانيليا في الاول مع البيض، وكنضيفو خميره الحلويات من بعد ما كنضيفو الدقيق. كنضيفو الفويتين، وكنضيف كذلك خميره الحلويات اخر شيء. وكنكمل يعني هذا تشكيل الحلوه ديالي. وكنجيب واحد البوق اللي كيكون الفوق ديالو مسنن، هو باش كنطبع ديك الحلوه ديالي من الفوق. كل البيوت فيها هذا البوق، هذا اللي كنخدموا به من زمان. يعني غادي نشكل بهذه الطريقه اللي كنوضحها معكم في الفيديو، من الفيديو يكون واضح ان شاء الله رب العالمين. فهاد الوقت اللي كنكون كنشكل كنشعل الفرن ديالي، كنشعلو على 180، كنخليه يسخن ليا. ومن بعد ملي كنبغي ندخل اللاطه ديالي غادي نقص الفرن، نقص الدرجه قليلا. المهم هنا شكلت بهاد البوق اللي عندي من الجهه اللي مسنه ومن الجهه التحتانيه حتى هي شكلت بها. تبعوا الصور جيدا غيوضح معكم كل شيء. ودرت شكل اخر اللي درت فيه الفواكه المعسله،
كيبقى اختيار ليكم مره اخرى في الشكل هذا، اختيار ليكم. بغيتو ديروا بحال الاشكال اللي درت ديروها، بغيتو ديروا اشكال اخرى كيبقى الاختيار ليكم. كان عندي شويه ديال اللوز كونكاسي، درت شويه فوق داك الفواكه المعسله. هادو فقط اشياء اختياريه اللي موجوده عندكم في البيت، بغيتو تزينوا بها زينوا بها. اللي ما عندكم حتى حاجه يمكن لكم ديروا فوق منها السكر حبيبات، او ما ديروا حتى حاجه فكتجي لذيذه بدون اي شيء وبدون اضافات. يمكن لكم ديروا كذلك الكاكاو، تقسموا العدد ديال الحلويات على النص العجين وديروا ضيفوا الكاكاو، كيبقى هنا اختيار لكم. بعد كي قلت ما كنشكلو كنكملو كندخلوها للفرن، كنقص كنردو على 170 وكنديرها في الوسط، كتكون مشعول من التحت فقط، كطيب ليا من التحت، ما كتاخذش معايا مده طويله يعني ردوا ليها البال. وكنطلعها الفوق وكن نشعل عليها من الفوق، يعني كنخلي الحراره فقط من الفوق، يعني تحمر من الفوق ياخذ معايا دقيقه، ما كايناش دقيقه، دقيقه ونصف يعني. فردوا البال وكنخرجوها مباشره وكنخليوها تبرد. تشد راسها كتخرج كتكون هشيشه بزاف، ملي كتشد راسها فهي كتعطي داك الخارج مقرمش جدا والداخل فيه رطوبه والقرمشه مع بعضهم، كتجي هائله لذيذه بزاف بزاف بزاف. اكيد كنتمنى تجربوها. هذه كانت حلوه بالنسبه للناس اللي بغاو حلوه اقتصاديه بزاف، ما فيهاش لا زبده وما فيهاش مكونات كثيره، يعني بالمكونات اللي عندكم في البيت توجدوا حلوه تساعدوا بها وليداتكم. وكذلك اذا جاكم ضيف على غفله كذلك تقدموها ليه وانتم مفتخرين بالمذاق ديالها والطعم الهائل. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. اكيد غادي نقسم معكم الحلوه تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي، كتجي هائله في الشكل وكتجي من الداخل هائله ولذيذه مقرمشه. عجبكم الفيديو ديروا ليه لايك، شاركوا مع اكبر عدد من الاحباب والاصدقاء. أم عبد الله كتحبكم في الله كيف العادة ودائما. نضرب لكم موعد أكيد في فيديو قادم إلا كنتو كتحبوا هذا النوع ديال الحلويات اللي هي بسيطة جدا وما فيهاش مكونات كثيرة. إلا خليتوا لي في التعليق أكيد غادي نحط لكم مزيد من الحلويات اللي فيها ابتكار، فيها أشياء جديدة غير اللي كيكون موجود على الساحة أو متداول مع الجميع. دائما كنسعى نقدم شيء يكون مختلف. هذا الاسعادكم وتلبيه طلباتكم اكيد، طلبات الناس ماشي فقط اللي كتكتب تعليق، لان عدد كبير من الناس متابعين ما كيكتبوش تعليق، كيدخلوا عندي كيشاهدوا كيتابعوني لكن ما كيكتبوش تعليق، فانا لبيت الطلب ديال هاد الناس. شكرا لكم مره اخرى، تحياتي ومع الف سلامه، الى اللقاء.